اخته طلقته بطلقه والغرب قاعد بيحسبها. نرجع شوية صغيرة للعلاقة بين تركيا و تركيا اللي بيحصل في تركيا وكوسوفا. شوفوا خمس قرون ولعلمكم الان الغرب فتحوا دينيكم. الان الغرب قاعد بدرس ملفات خصوصا الملفات اللي افرجت عنها الدولة التركية. بدرس ملفات الدولة العثمانية وقاعدين بدققوا في شيء بدهم يعرفوا سر هذه الدولة. عارفين سر ايش السر اللي بيحاولوا يعرفوا؟ طبعا هم الان بيكتشفوا قاعدين انه كل الادعاءات اللي كانت تقال على الدولة العثمانية انها تبطش بالمخالفين وانه واللي درسناها احنا في مدارسنا لانه البضع والمناهج عملاء وجواسيس. بدأوا يكتشفوا ان الدولة العثمانية الدولة المتسامحة واللي كانت تحوي كل الاديان واجناس والى اخره. عارفين قاعدين بيبحثوا ايش الان الغربيين بيبحثوا عن قضية واحدة وهي كيف قدرت هذه الدولة خمس قرون. انتوا يعني فكروا شو يعني 500 سنة. كيف قدرت هذه الدولة 500 سنة تحت جناحها قوميات شتى اديان شتى خمس قرون كاملة؟ مش مستوعبين. الاتحاد السوفيتي قديش قدر يعمل على القوميات والاديان هيك؟ كم سنة؟ 76 74 74 1917 لا من قبلها كانوا القياصرة شوية 74 سنة بس قدر الاتحاد السوفيتي اللي قال لك انا شيوعي بفرقش بين اديان بديش الاديان كلها هاي كل الناس زي بعضهم وعلمهم من الروضة حتى الجامعة الحاد والى اخره وهينا زي بعض 76 سنة بعدين بدأت تفطفط 15 جمهورية تستقل وبعدين الشيشان طلعت في السحبي وبكرة داغستان بتطلع ماشي هدول قاعدين بفكروا كيف قدروا هدول الناس. بس هذا بيقول لكم مش اياها على فكرة إلنا بقولوهاش. عارفين ليش؟ لانهم لما بيقولونا اياها بندرك عظمة الاسلام وسماحته. عشان هيك الشعوب كانت قبلنا. انتم بتعرفوا انه في يوم من الايام بلد زي المجر غير كانوا يخرجوا مظاهرات الناس لصالح الدولة العثمانية اخلاص المسيحيين للدولة العثمانية. في امثلة في التاريخ على اخلاص الشعوب المسيحية الغربية للباب العالي مخلصين ويقاتلوا من اجله. وكانوا احيانا كما قلت لهم مواقف حاسمة. الان بدرسوا كيف امكن للدولة العثمانية خمس قرون حاطة شعوب شتى اديان مختلفة وامبراطورية متماسكة. انسوا اخر 100 سنة لما صار الغرب يحاول يوجد مشاكل داخل ويوجد قوميات ويوجد نعرات. اما هم النعرات على فكرة مفتعلة كانت تكون في داخل الدولة العثمانية بشكل عام. وبعدين لما ضعفت الدولة طبعا وتخلفت اشي طبيعي تتحلل. فلذلك اذا الان اللي في تركيا موجودين بدل ما يعتزوا بالعثمانيين اللي انشأوا امبراطورية هائلة وخمس قرون وهم تحت جناحهم امم كثيرة جدا واديان والتسامح اللي كان، الان بحاربوا الاسلام في تركيا. ليش؟ خوف يعني تعود لتركيا امجادها. اذا الموجودين جواسيس اللي مش معنيين تعود امجاد تركيا مش معنيين تعود أوجه. الان يعاد النظر في هذه الدولة وبيبحث عن السر كيف استطاعت خمس قرون. الامبراطورية البريطانية افهموها، بريطانيا التي لا يغرب ايش عن 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 عنها الشمس مش هيك؟
اللي لا يغرب الشمس عنها كانت بريطانيا. الان بريطانيا ثورة في ايرلندا مشان تنفصل، ممتاز. في كلام الان زي ما قلنا، في كلام الايام هاي نتيجة الانتخابات اللي حصلت، بيبحثوا انه نتائج الانتخابات هاي بتدل ولا بتدلش على انه ممكن يصير في استقلاليات ايش؟ انجلترا، ويلز، ما هي بتكون الان المملكة البريطانية، انجلترا، ويلز، واسكتلندا، مش هيك؟ وعندك ايرلندا. الان في كلام حول ويلز واسكتلندا انه هذول يعني صاروا بياخذوا الان يعني نقول كيف هو طبعا اتحاد، هذا في له في حدود 300 سنة اتحاد. لكن شوف، في هذا القرن، في بداية هذا القرن كانت الامبراطورية عظمى لا تغرب عنها الشمس، بده ينتهي هذا القرن. وفي كلام عن فكفكت بريطانيا حتى تصفي بريطانيا فقط اشي اسمه انجلترا. لذلك هم لما بتسألوا كيف قدرت تكون عبر، افهموها، عبر 500 سنة بتسيطر على الموقف بهذا الشكل. والأتراك شو بيعملوا؟ بتنكروا للحجاب اللي بذكرهم بمحمد الفاتح، وبتذكروا للحجاب اللي بذكرهم بسليمان القانوني. إذن الموجودين غاد مين؟ مين الموجودين؟ إذن مين الموجودين هذول اللي مش عاجبهم صلاح الدين؟ مش عاجبهم محمد الفاتح، مش عاجبهم سليمان القانوني، مين هذول وليش موجودين؟ نعم، حكم ذاتي لا يعني جيش، بالعكس حكم ذاتي بيعني انه في جيش مركزي. الجيش المركزي كان اولا تيتو الشيوعي موجد اتحاد يوغوسلافي ويحكم بالشيوعية على نمط بيختلف عن نمط روسيا، فلا هو بالروسي ولا هو بالرأسمالي، بين الان تيتو كان ماسك الامور تمام، وتيتو هو اللي اعطى الحكم الذاتي لكوسوفا، وسعه مش اعطاه لانه قبله كان في حكم ذاتي، بس هو وسعه في 74. الان لما لما مات تيتو اللي سيطروا صرب لانه الاكثرية صرب. كيف يعني الاكثرية؟ في الاكثرية في مجمل الاتحاد صرب. فمثلا الصرب الان في حدود 10 ملايين، الصرب في حدود 10 ملايين، كل المسلمين في الاتحاد اليوغوسلافي سواء كان في البوسنة او في كوسوفو او في الجبل الاسود او في كرواتيا او في صربيا او في سلوفينيا او مجموعهم المسلمين 4.5 ملايين. نفس الشيء الكروات، يعني نفس الشيء مثلا سلوفينيا. فاذا هم لما تاخذهم كل واحد لحاله تجد الاكثرية مين؟ الصرب اللي بشكله في حدود 10.5 ملايين. 10.5 ملايين. هدول الان بعد تيتو صاروا يسيطروا على نتيجة هذه السيطرة، بدت ومحاولات الصرب انهم يفرضوا هيمنتهم باعتبارهم اكثرية بدت تنفصل، وانفصلت مكدونيا وانفصلت سلوفينيا كما قلنا وكرواتيا والبوسنة وقصة معروفة. ومن هون الجيش مركزي كان، وهذا هو اللي بتلاحظوا، ما كانش في دولة في كوسوفا حتى يكون في جيش، ما كانش في دولة. لكن ممكن تتصور انت انه الشعب نفسه فيه مقاتلين بس ما فيش جيش، ما فيش سلاح. يعني هو كانوا ضمن الجيش اليوغوسلافي اصلا، يعني فبتجد في البوسنيين مقاتلين لانهم ضمن الجيش، تجد في الكوسوفيين لانهم من ضمن الجيش، فهم كقتال او خبرة موجود، بيظل سلاح. لذلك الغرب على فكرة رفض طول فترة اتحاد الكوسوفيين، رفض خصوصا بعد ظهور جيش تحرير كوسوفو انه يمدوا بالسلاح والخبرة، وقال لهم لا احنا منحل المشكلة وبلاش لاحظ. ولذلك من ضمن الشروط الاخيرة اللي شفتوها تجريد جيش كوسوفو من سلاحه، من ضمن الشروط الثمانية الموضوعة تجريد جيش كوسوفو من سلاحه.
لأن هم في النهاية بدهم شيء وخطة اللي تضبط الأمور ويضلوا تحت السيطرة. يضلوا تحت السيطرة طبعا. قديش بيفلحوا لو انت بضل هذا ماشي. الآن العالم الإسلامي ما لم تكون هناك حركة في العالم الإسلامي ككل ويبدأ تغيرات هنا وهناك بيضل في مجال للسيطرة على كوسوفو والبوسنة وغيرها. لكن في الوقت اللي بيصير في تغير حقيقي في العالم الإسلامي العربي والإسلامي كل هذا الكلام في النهاية يسهل في المستقبل نقضه. أصاب مدنيين وضرب السفارة الصينية إلى آخره غلط فهمنا. بس لما ضرب ملجأ العامرية في بغداد وبدت الشعوب العربية يتضح انها تتحرك اختلفت اللهجة في امريكا وغيرها لانهم خافوا على جواسيسهم. لانه هذول اللي قاعد على الكرسي على فكرة اللي قاعد على الكرسي من فوق بيبقى عارف انه الارض مش مستقرها وبكون خايف انتم بتظنوا بتطلعوا عليهم بتظنوهم مستقرين وتمام هو بيكون عارف انه الكرسي مهتز. فضرب ملجأ العمرية وبدت العروش تهتز قالوا لهم مالكم جواسيسكم فاختلفت. لذلك الغرب بيقيم وزن كبير للشعوب وبيقيمش وزن للجواسيس لانه عارفهم وعارف انهم وجودهم بوجوده. فديروا بالكم فالناس تعرف قديش في امكانيات الشعوب انها تغير. اما تتوقعوا من الحكومات تغير مش ممكن لان هالحكومات محسومة والشعوب راح تغير والعروش هاي بتسقط خلاص يا حاج. واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.